أكد عضو مجلس السيادة الانتقالية رواء الركن إبراهيم جابر حرص الحكومة على إقرار سلام شامل في البلاد، مشيراً إلى أن مفاوضات السلام بمدينة جوبا تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وأوضح لدى لقائه في القصر الجمهوري السفيرة الكندية لشؤون المرأة والأمن والسلام جاكلين أونيل التزام الحكومة بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي حسب ما نصت الوثيقة الدستورية على ذلك. وبشأن حقوق الإنسان، أكد عضو مجلس السيادة التزام الحكومة برعاية وصيانة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون. ومن جانبها، أوضحت السفيرة الكندية جاكلين أونيل في تصريحات صحفية أن اللقاء استعرض الدور الذي يمكن أن تقوم به كندا في دعم القضايا للمرحلة الانتقالية باعتبارها شريكا مهما للسودان، مشيرة إلى أن البعثة الكندية في الخرطوم ستواصل النقاش مع الجهات الحكومية حول الدور الكندي في دعم أولويات الحكومة الانتقالية. طيبة لحياة طيبة.